إلى شأن فلاحي الآن. عرفت إذن بساتين البرتقال في ولاية البليدة نضج المحصول قبل أوانه بفترة تجاوزت الشهرين في ظاهرة نادرة بسبب موجة الجفاف والحر كذلك، ما أثر على نوعية المنتوج التي وصفها إذن الفلاحون بالرديئة جدا. التفاصيل ينقلها أحمد بطاف وإبراهيم برقاش. ظاهرة نادرة مست بساتين البرتقال بولاية البليدة، منتوج نضج قبل أوانه بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد الموسم الماضي، باعتبار أن موسم الجاني ينطلق في أواخر شهر ديسمبر. نوعية جد رديئة لا تصلح للتسويق. أول مرة ونشرت لنا، أول مرة من جانب الملي ناقص بزاف وطابت لنا بلا وقت. احنا مضارين هذه ديسمبر جونفري باش نقلعوها حتى جونفي، لآخر شهر تاعها جونفي في القلاع. الماء ناقص بزاف، الصوندة واحدة ما كفاتناش. واش نزيد نقول لك، هذه السوق تنجم تقول باللي راح ما يتقبلهاش كاع يتيكا. السومة اللي راح تدخلها بها ماشي دراهم اللي رميناها ماليها. موجة الجفاف إضافة إلى نقص قنوات الري كانت سببا في تلافي منتوج البرتقال، وضعية باتت تهدد إنتاج هذا النوع من الفواكه بالجزائر. هذه نتيجة الموسم الماضي تاع الجفاف اللي مرينا به. هاك تشوف أن البرتقال وجدت تشينا دي وجدت قبل الوقت. قبل الوقت نتيجة نقص في المياه في التربة، يعني الماء في التربة راه ناقص كثير. يعني على هذيك راه يوجد قبل الوقت كما يقولوا يسموها الفلاح، يعني تشينا شوفات. النوع الذي نقص طبعا، نقص في المياه، نقص في التغذية، نقص في كذا، فهنا على هذيك اللي خلات تكون نوعية رديئة جدا. الجزائر التي كانت في وقت قريب أكبر الدول المصدرة للحمضيات تعيش اليوم على هاجس هجرة الفلاحين لهذه الشعبة، فمتى تتحرك السلطات لوضع حد لمهازل قطاع الفلاحة؟